بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ومعانا الشيخ حسان، ربنا يبارك فيه ويفتح عليه فتوح العارفين يا رب إن شاء الله. وزي ما بقول لحضراتكم دايما، لو عندك هموم كتير صل على حضرة النبي واسمع مديح حضرة النبي، نفث همومك بامتداح الهادي واجعله خير وسيلة لنجاك. من التراث اللي انتشر بين المداح والمنشدين رسول الله طال بي الحنين، تعالوا نسمعها من الشيخ حسان إن شاء الله، تفضل. رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق الدفين مدحتك لا رياء مدحتك لا رياء أو نفاقا وفي من يمدحونك من أكون لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب في الأرض أحمد وفي السماء محمد في الأرض أحمد وفي السماء محمد عند الإله مكرما ومهابا. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلاة ترضيك يا ربنا وترضي بها حبيبنا وترضى بها عنا، اللهم آمين. الله يفتح عليك يا شيخ حسان، انت شرفتنا ونورتنا النهارده. شرف لي والله. ونتمنى كده نشوفك في اعلى المقامات وصوتك ده يوصل للعالم كله. الله يجزي حضرتك، وشرف لي ان انا كنت وانا بشرك ان شاء الله ان صوتك هيوصل للعالم كله عما قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اللهم ربنا يفتح عليك ويزيدك يا رب، وربنا يبارك في كل شبابنا وكل بناتنا وكل النوابغ والنابغات في مصر، ومصر فعلا بلد القرآن، نزل القرآن في مكة وقرئ في مصر. اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا.